لان كما لا يخفى عليك، احنا دابا الخطيب كان عنده واحد الالتفاته طيبه اليوم في الجمعه جزاه الله خيرا، قال لك اودي لا سولنا الصغار بل حتى واحد العدد من الكبار، لا سولناهم اش من شهر هذا بحالك، غير سولوا اش من شهر، ما تحددش ليه اش من سنه ولا اش من شهر، اقول لك شهر 8، اقول لك اوت غشت، هذا يقول ليه والهجري، غيبقى يشوف. في حين ان تاريخ بالسنه الهجريه هذا من هويتنا ومن ثقافتنا ومن اصلنا، انني نعرف التاريخ النصراني ولا نعرف التاريخ اليهودي ولا كذا، هذا ما كاينش اشكال، لكن الاصل هو التاريخ ديالي بعدا. 12 شهر وبنادم ملي تسالي سي عبد الحليم تكون جالس مع صحابك مقشب معاهم في الواتساب ولا حاجه الى اخره، دابا حيت وراه تسعود كل شيء سد على راسه في الدار، ملي تقشب معاهم سميتو قول لهم نعم شكون يسرد لنا الاشهر الهجريه، اشهر الهجريه من المحرم، نقول لهم نعطيكم من الاول والاخر محرم وذو الحجه، قول لهم تقدروا تقول لنا بيناتهم، دابا بنادم كتقول لي شو تنبير كيقول لك شهر تسعود، كتقول لي فبراير يقول لك شهر جوج، لكن الا قلت لي رمضان خليني اللي عارف راه شهر تسعود، شهر تسعود ديال شهر تسعود ديال الهجري. فكي قلنا هذه فرصه، لان التاريخ الهجري ملي بداو توسعات الفتوحات الاسلاميه وبدات الثقافه الاسلاميه تنتشر ويقبلها الناس في المشرق وفي المغرب ويدخلون في دين الله افواجا حبا وطواعيه، فاذا بالكتب الرسائل كتجي، هذه فيها الختم ديال الروم والتاريخ ديالهم، هذه فيها الختم ديال الفرس والتاريخ ديالهم، هذه فيها الختم ديال الترك والتاريخ ديالهم، هذه فيها الختم ديال الاقباط والتاريخ ديالهم، فالقضيه غتبدا تخلوض وتخلط. فجمع سيدنا عمر رضي الله عنه ديك الساعه قد آلت اليه اماره المؤمنين وجمع الصحابه وقالوا غادي نعزلوا التاريخ ديالنا حنا هو اللي غادي يمشي على هاد الناس هادو كاملين، فبداو قالوا اش غادي نديروا، منهم من اقترح مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلاج ان النصارى تؤرخ بمولدي ما يعتبرونه ميلاد المسيح، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يوم عظيم، ومنهم من قال بل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد كملت الرسالة وختمت، إذن الانطلاقة ديال أمة الإسلام كانت من هنا، فلم يحب الصحابة أن يؤرخ بوفاته صلى الله عليه وسلم، قال لك لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل الحسن، أنا غنجي نؤرخ بوفاته ما ليس هذا ليس من سنته. منهم من قال يوم نزول اقرأ، لأن هي الفاصل والفرقان بين الحق والباطل بين الظلمات والنور، وبقاو بشوية 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 إلى أن قيل أنه علي رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة اقترحوا على عمر بن الخطاب، قالوا يوم شهر الله المحرم الذي كان افتتاحية السنة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن هذه الهجرة بالضبط هي اللي نقلتنا من زمن الضعف الاستضعاف إلى زمن التمكين، من زمن الذلة إلى زمن العزة، من زمن الشتات إلى زمن الاجتماع، هو من وراء هذيك الهجرة فين صلينا صلاة الجماعة ولا الأذان ولا الجمعة ولا الجهاد ولا كذا، مجموعة من الأمور كانت الهجرة هي الفيصلة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام للإشارة فقط لم يهاجر في شهر الله المحرم، إنما هجرته كانت منطلقها في شهر صفر، ومقدمه للمدينة المنورة كان في شهر ربيع الأول. والعرب قبل هذا التاريخ الإسلامي أخي عبد الحليم باش الناس تعرف هذه المسألة، هذه بالنسبة لي ما عرفهاش ولكن أظن أن المستمعين عدد كبير فيهم الحمد لله عارفة، العرب كانت تعرف هذه الأشهر محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول جمادى الآخر رجب شعبان شوال ذو القعدة وذو الحجة، كانت تعرف هذه الأشهر هذه، لكن ما كانش عندها فينا هو الشهر الأول وفينا هو الشهر الأخر، لأن العرب ما كانت تهتم بالتاريخ فما عندهاش الشهر الأول وما عندهاش الشهر الأخر، إنما جعل هذا مع التاريخ الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا إذن باش تكون عندنا السنة رقم واحد منين غنبداو، واش من اللي دخل النبي عليه الصلاة والسلام شهر ربيع، واش واش واش، فمن اللي تناقشوا بيناتهم قال لك أودي بما شنايا اللي نقدروا نعتبروه ختام السنة ونقدروا نعتبروه بداية السنة، فقال لك أمهات العبادات تجتمع في موسم يكرر مرة كل سنة ألا وهو موسم الحج، فقال لك مادام كل العبادات تجتمع في موسم الحج وموسم عظيم وكيجيو الناس من كل فج عميق إلى آخره وتكون انطلاقة الخير بعد ذلك، قالوا أن هذا الشهر اللي هو شهر ذو الحجة
نعتبره خاتمة السنة، إذا شهر الله المحرم الذي يأتي بعده مباشرة يكون هو بداية السنة ومنطلق السنة الهجرية. فجعلوا شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، هو منطلق السنة الهجرية. ومن هذاك النهار ملي كيكون عندنا 29 ذو الحجة وكتكون مراقبة الهلال، كيقول لك غدا راه فاتح المحرم، كتبدا سنة هجرية جديدة اللي هي هذه السنة هذه 1443، يعني 1443 سنة باش هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى نعيش نحن هذه الأجواء الإيمانية ديال المساجد وديال الدين وديال الخير وديال التوحيد، وهنا خرجنا من الشرك وخرجنا من عبادة القبور ومن عبادة القصور ومن عبادة الأشخاص ومن عبادة الأسباب إلى عبادة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.